إلى تونس مشاهدينا الكرام، حيث الاستعداد على قدم وساق لانطلاق مهرجان الفيلم القصير بتونس. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ كمال عواج، رئيس مهرجان بانوراما للفيلم القصير، مباشرة من تونس. أستاذ كمال، أهلا وسهلا بك، وسعيد جدا جدا بتواجدك معي اليوم. مساء الخير أستاذ عسدين، تحية ليك وتحية كل مشاهدين تلفزيون المسار، وشكرا على هذه الاستضافة. الحقيقة من يجهل، رغم أن المهرجان الآن ما كانت معلومتي دقيقة تجاوز عمره 9 سنوات، لكن من يجهل أو لا يعلم أو لا ما عندهاش تفاصيل عن مهرجان الفيلم القصير بتونس، أعطينا نبذة تعريفية أو نبذة تاريخية على هذا المهرجان. نعم، شكرا لك أستاذ عسدين. مهرجان بانوراما الفيلم القصير التونسي هو أول مهرجان تونسي خاص بالأفلام القصيرة، تأسست في سنة 2016، وهو مهرجان دولي نعرض أفلام روائية قصيرة، أفلام تحريك، أفلام طلبة، وأفلام وثائقية قصيرة. كما فكرت أنا، مهرجان هو دولي، يصنع العديد من الأفلام من الدول العربية والإسلامية، حتى من آسيا ومن جميع أنحاء العالم يصنع الأفلام المشاركة. طبيعة الأفلام التي تعطى لها الأحقية أو يتم الموافقة من اللجنة التنظيمية أو اللجنة التي تختار الأفلام القصيرة، ما نوع طبيعة الأفلام؟ هل هي إنسانية؟ هل هي اقتصادية؟ هل هي يعني أي نوع من أنواع الأفلام، أم أنها شمولية يعني فقط هي قصيرة؟ نعم، كما قلت، هو مهرجان خاص بالأفلام القصيرة. هو ما ليس لدينا موضوع خاص ومتاح للصناع السينما يشاركوا فيه، يعني مجال مفتوح لكل صناع السينما يعني يشاركوا بالافلام الخاصه بهم. واحنا كما تعرف نحن صدد تحضير السنه المقبله الدوره العاشره لمهرجان بانوراما الفيلم القصير التونسي، سيكون ان شاء الله اهداء للشعب الفلسطيني. خصصنا هذه الدورة هدية خاصة رمزية للشعب الفلسطيني. الجانب الآخر وهو جانبهم جدا أستاذ كمال، من 2011 إلى عامنا هذا 2024 أو يومنا هذا، شهدت المنطقة العربية تغيير، يعني سواء كان جيوسياسي أو كان اقتصادي، يعني تغيير بصراحة جذري كان، وحدثت تغييرات كثيرة وحدثت تدخلات كثيرة، من ضمنها تنامي الإرهاب في بعض المناطق، من ضمنها ليبيا، وهذا الأمر لا يخفى على الجميع. هذا المهرجان هل يمكن أن يروي قصص أو يتبنى قصص مرت عليها كل هذه المراحل ويعني خلقت هذه القصص؟ نتحدث عن قصص الإنسانية، نتحدث عن أطفال داعش، نتحدث على أرامل داعش، نتحدث عن من كان في لحظة من اللحظات على سدة الحكم الآن للأسف لا يملك شيء. كل هذه التفاصيل في بعض الأحيان حتى في هوليود أستاذ كمال، وأنت أكثر مني خبرة المديرية في هذا الأمر، يتبنون مثل هكذا تجارب تاريخية أو قصص تاريخية مرت على البلدان. نعم دكتور، هو بس في الحقيقة على الإشارة على هذه السؤال، ليس وصلنا يعني أفلام خاصة، ممكن تقول على حول يتحدثون حول قصة ثورة ليبيا أو شيء آخر. يعني فهي هو المهرجان تبعنا هو مهرجان ثقافي وليس ليس سياسي. وحبيت اقول انه مهرجان بانوراما الفيلم القصير التونسي كان فيه مشاركات من دوله ليبيا، وما استمع في سنه 2020 كان من نصيب مشارك فيه لما ليبي بعنوان اعطيني فرصه، وهو فيلم يعتبر الحديث على الأطفال التوحد في ليبيا. وهذا
وهذا هو خيرنا انه يكون اول مشاركه ليبيه شاركت في المهرجان بانوراما في القصير الدولي، وكان في هذه الدوره 2020 يعني هي كانت الدوره الخامسه عملناها في شهر فبراير يعني قبل دخول جائحه الكورونا. وهذا هو وكل حاضرين المخرجين الليبيه في تونس، عملناها في مدينه الثقافه في تونس. نعم. وحبيت اقول انه الى جانب عروض في تونس، عملنا المهرجان في الاقليم تونس يعني في الجهات التونسيه، عملنا في نابل في حمام سوسه، واخيرا عملناها في جزيره الاحلام وجزيره الجربه التي كانت عملناها في شهر مارس اللي شهر رمضان المبارك. نعم. موقع الرواية القصيرة أيضا في هذا المهرجان أين هو؟ هل يمكن تجسيد أفلام قصيرة من خلال بعض الروايات القصيرة؟ هو في الحقيقة أستاذ عبد الدين، هو لما قلت أفلام قصيرة هو مش بالضرورة إنه يكون هو أفلام قصيرة، يعني هو أفلام قصيرة فيها عديد يعني من أصناف، كما قلت قبل قليل هناك أصناف روائية قصيرة، أصناف وثائقية قصيرة، أصناف طلبة وأصناف تحريك، هذا هم الأصناف، يعني مش بالضرورة إنه يكون أو بالأحرى المخرجين صناع السينما يعرفون أنه الأفلام مش بالضرورة يكون أفلام روائية قصيرة يعني أفلام فيكشن، بل هو نستقبل احنا افلام طلبه وافلام تحريك وافلام وثيقيه قصيره. نعم. خليني قبل ما ندخل في الدوره القادمه نتحدث على اخر دوره لهذا المهرجان. هل كانت من العاده استاذ كمال يحدث العديد من المفاجات في بعض المناشط خصوصا تلك الثقافيه والفنيه، وشيء غير متوقع يحدث ويتفاجأ به الكثير ويبهر الكثير من خلال حالة إبداعية خاصة لمن يقدم هذا الموضوع، هل كانت في الدورة الماضية أي مفاجأة لأي فيلم أو لأي دولة لم يكن متوقع بأن يصل هذا الفيلم القصير أو هذه الدولة إلى هذه المراحل المتقدمة وإبهار الحضور من لجان ومشاركين؟ نعم، هناك شيء وحيد كانت مفاجأة، هو كان فيلم فلسطيني، هو قد شارك في المهرجان بانوراما فيلم قصير الدولي، هو تحصل على جائزة أفضل فيلم روائي قصير، هو في عمان، فيلم فلسطين 87 لمخرج بلال خفيف، علما أنه هذا الفيلم قد شارك في مهرجان أيام قرطاج السينمائية في تونس، وهذا يعني كان من نصيب الفيلم الفلسطيني فاز، علما أنه عندنا 12 جوائز في المهرجان، ثلاثة أفلام أفضل ثلاثة أفلام روائية قصيرة، أفضل ثلاثة أفلام تحريك، أفضل ثلاثة أفلام طلبة، وأفضل ثلاثة أفلام وثيقية قصيرة. علما أن هناك فيلم طلبة، هو فيلم تونسي، هو حطيناه كلاسه تعظيم، حطيناه كفئة وثيقية، أحسن فيلم حطيناه في فئة وثيقية، بل اعتبر أنه لجنة تحكيم المهرجان كان حملوها الصنفوه في المجال الطلبة، وحبيت أقول إنه كل سنة هناك لجنة تحكيم جديدة ويشاركون، وحبيت أقول إنه هل في سر في الناس أستاذ كمال، عذر عن مقاطعة، أنت الآن أشرت إلى أن حتكون في لجنة حكم جديدة، هل هناك سر وراء تغيير لجنة التحكيم؟ لأن في بعض المهرجانات قد تكون لجنة التحكيم نفسها لمدة سنوات ممكن يطرأ بعض التغيير، لكن إجمالا تبقى اللجنة، ما الفلسفة في تغيير لجنة التحكيم؟
هو في الحقيقة هو هو في هو هو في الحقيقة أستاذ عبد الستين، لا أعلم أنه هناك مهرجانات أخرى يلقون نفس لشة التحكيم أم لا، بل شكرا للإيضاح، شكرا. نعتبر نعم أنه بل نعتبر أنه لشة التحكيم كل سنة يغيروا يعني مشان التنوع نعم يعني المخرجين والصناع السينما وغيرهم. نعم، الدورة القادمة ما الذي يختلف فيها عن الدورة السابقة؟ ما هي التغييرات التي يمكن أن تحدث؟ ما هي الإضافات؟ ما الجديد في هذه الدورة حتى نعطي ونفتح شهية صناع الأفلام القصيرة للمشاركة؟ نعم، سبق وذكرت قبل قليل أن الدورة 10 ستكون دورة خاصة لإهداء الشعب الفلسطيني. خيرنا أنه مش يكون هناك عروض أفلام فلسطينية على هامش المهرجان. أيضا سيدة بداية من يوم الغد هو سينطلق الباب الترشحات للمهرجان بغرامة الفيلم القصير الكوري. يشترط أن المشاركة يكون الحد الأدنى 26 دقيقة، ونستقبل أفلام روائية قصيرة، أفلام التحريك، أفلام هدفية قصيرة، وأفلام التلفة. وممكن يشوفوا أكثر تفاصيل على صفحة رسمية على فيسبوك بانوراما انترناشونال شارتفيلد فيستيفال، بانوراما انترناشونال شارتفيلد فيستيفال، ولتقديم الأفلام ترشحات. لدينا موقع خاص يعني بلاتفورم للمهرجان هو www.filmfreeway.com/pcc2020 www.filmfreeway.com/pcc2020. وفي هذه المناسبة وفي هذا المنبر عبر تلفزيون المطار، وشكرا تلفزيون المطار، دعوة لصناع السينما، صناع المخرجين الليبية يشاركوا. نعرف نعم. انه في ليبيا نعم. نعرف انه في ليبيا هناك قلت افلام قصيره في ليبيا، لكن نتوجه للصناع الليبي يشاركوا لهذه الدوره ومحظوظ فيها من الدوره العاشره مع الشيخ بانوراما في القصير الجوالي. المشاركه الليبيه في الدوره القادمه كيف حتكون؟ ما هو شكلها؟ ما نوع المشاركه اللي حتكون؟ ان ما كان قدمت اليكم اي طلبات للمشاركه من بعض صناع الافلام القصيره في ليبيا؟ والله في الحقيقه وصلنا عديد من المشاركات الليبيه، مع العلم انه حبيت اقول من بين قوسين انه الدوره السابقه وصلونا اكثر من 2800 مشارك في هذه الدوره السابقه، وان شاء الله نتلقى العديد من المشاركات الليبيه في العديد من المواضيع. كما قلت استاذ عسيدين انه هو ليس لدينا موضوع خاص للمهرجان، نعم، بل هو فضاء هو خلى المجال مفتوح ومفتاح مجال مفتوح للمشاركة في أي نوع من المواضيع الإنسانية، الأطفال، التوحد أو مشاكل الرياضة أو أي قصة خاصة في ليبيا. نرحب بهم في مشاركتهم للدورة العاشرة للمهرجان بانوراما في القصير الجوالي. هذا وكأنك تشير أن لا شروط في مهرجان بانوراما للفيلم القصير، الباب مفتوح للجميع، فقط تكون المادة المقدمة ذات قيمة. نعم، وهو كذلك استاذ عاسدين، هو كما ذكرت انه هناك شروط ومفتوح لهم، ليس يكون انه الافلام يكون شاسه للبث، يعني مش يعني 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 التقديم للورشات قبل السيناريوهات او شيء اخر، بل هذا هو في المجال يكون يعني جاهز للبث. فهذا هو يعني هناك
عديد من المشاركات من قلت من ليبيا وغيرها، وتحية كل نعم استاذ كمال، انا حقيقه استوقفتني مساله عدم وجود شروط للمشاركه بالمهرجان. الا ترى ان يمكن ان تخلق نوع من الجدل داخل المهرجان لما يكون هناك اشخاص لهم سمعه ولهم اسم ويعملون هذا الفيلم القصير بامكانيات كبيره جدا، وياتي شخص اخر بامكانيات ضعيفه، الكواليتي الصوره، نوع التصوير، الاضاءه، السيناريو، القصه بشكل كامل واداء الممثلين، ويكون يعني في نفس المساحه وفي نفس المجال. الا ترى ان هناك ظلم يقع على من يبدع؟ ليس صح، مش بضرورة أن يكون سواء أفلام هامية أو أفلام قوية أو غير ذلك. إحنا في الحقيقة لدينا أعضاء لجنة الانتقاء، هم راح يشوفوا الأفلام التي تعتبر ممكن تكون مبرمجة في مهرجان بانوراما فيلم قصير الدولي. يعني مش عارف، ممكن نقول أفلام ذات جودة تصوير عن طريق الموبايل أو عن طريق الهاتف أو عن طريق آلة التصوير. نعم. احنا في الحقيقة ممكن نستقبل هذا الشروط، والقرار ليس يرجع للمدير مهرجان، فالقرار يرجع للجنة الانتقال مهرجان بانوراما في القصير الدولي. عدد الدول المشاركة اللي تكون ضمن هذا المهرجان كم دولة؟ هل هو فقط، وأيضا هل هو فقط مقتصر على الدول العربية، أم قد تكون حتى مشاركات أفريقية وأوروبية إن وجدت؟ بالنسبة لعدد الدول، يعني دول مشاركة، دول عربية، دول أفريقية، دول أوروبية، دول آسيا، عديد من الدول المشاركة. وصلنا مثلا السنة الماضية لدينا 25 دولة مشاركة في 52 فيلم قصير شركة في المهرجان بانوراما فيلم قصير دولي. والجمهور الجمهور الموجود هنا في تونس شافوا الافلام، وكانوا هناك يعني نقاشات في المهرجان، وبالاضافه قمنا بعملنا في ورشات المهرجان التي اقيمت بالدوره التاسعه في تونس. الان نتحدث على دوره تاسعه، ونتحدث على عمر يعتبر في عمر المهرجان عمر ممتاز جدا. أستاذ كمال، أنا كصانع محتوى أو كصانع أفلام قصيرة، ما الدافع الذي يجعلني أشارك في هذا المهرجان؟ ما هي الدوافع؟ ما هي النتائج التي أتحصل منها؟ لأن هذه أعتقد نقطة مهمة جدا أستاذ كمال للمشاركة في مثل هكذا المهرجان الدولي. نعم أستاذ أسدين، يعني بالنسبة يعني المشاركين، يعني هدفهم تاعهم يعرض الافلام تاعهم الى جانب الهدف المشاركة تبعهم، انه هناك مسابقات للمهرجان بانوراما فيلم قصير الدولي. ليس بالضرورة انه يكون مثلا صنع ليبي قد شارك في المهرجان بانوراما فيلم قصير الدولي ويحدث في تونس ويشاهد الفيلم تبعه ويشاهد افلام اخرى، قد يكون هناك في المناسبه. اعتذر دعنا الوقت واكتفي بهذا القدر. معك الاستاذ كمال عوجي رئيس مهرجان بانوراما للفيلم القصير بتونس، وبالتاكيد ستكون لنا متابعه لايام هذا المهرجان.